ما سر ظهور هالة النور في تلك المناسبة تحديداً؟ ولماذا لم تظهر من قبل في المناسبات المختلفة المشابهة؟ وما السبب الذي جعلها تتصدر الاهتمام وتحظى بتغطية واسعة من وسائل الإعلام الأردنية؟ وهل تخبئ الأسرة الحاكمة مفاجأة جديدة بذلك الظهور اللافت بعد إتمام مراسم الزواج الملكي للأمير الحسين والسعودية رجوة آل سيف؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير مما دار في بال الشعب الأردني لا زالت بانتظار إجابة. تعالوا نلقي إطلالة على هذا الظهور اللافت لهالة النور. بينما استمر حفل الزفاف الأميري احتفاءً بزواج الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن على الفارسة السعودية رجوة آل سيف، حتى كان الأردنيون على موعد مع أميرة أخرى تكاد تفوق في طلتها وحضورها باقي أمراء الأسرة الأردنية الهاشمية. امتدت التغطيات الإعلامية للحفل الأميري المهيب، حيث استقبال كبار الضيوف المدعوين لحضور الحفل وفق مراسم ملكية عالية الدقة، ولم تغب عن عدسات المصورين عربة الزفاف الملكي والسيف الهاشمي الذي تلقاه ولي عهد الأردن من والده ملك البلاد، فضلاً عن الحضور اللافت للملكة رانيا وفق التلفزيون الرسمي الأردني. لكن ما سر اهتمام الأردنيين بالأميرة هالة النور؟ هي الأميرة الأردنية هالة النور ابنة عم ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله، التي أدى ظهورها في الحفل إلى تركيز مماثل صبه الأردنيون على شخصيتها ذات الكاريزما المؤثرة، خاصة مع أناقتها التي لفتت اهتمام الجميع. وتحولت ثياب الأميرة المطرزة بالخيوط الذهبية إلى مصدر اهتمام لعشاق الموضة والأزياء، فيما التقطت لها الصور التذكارية بصحبة بقية أفراد العائلة الهاشمية وفق موقع سوا. والأميرة الأردنية هي أقرب الناس شبهاً بعمتها الأميرة راية الحسن، وهي ابنة الشقيق الأصغر للملك عبد الله، وأخواتها هم فاطمة العالية وراية النور ومحمد الحسن والحسين حيدرة، وتبلغ الأميرة من العمر 16 عاماً. وعرفت الأميرة هالة النور بحضورها اللافت وظهورها مع والديها تلتقط الصور التذكارية في سن مبكرة بأزيائها الناصعة، وجذبت اهتمام الجميع بسبب براءتها وأناقتها وملامحها الجميلة. أما والدة الأميرة هالة النور فهي الأميرة فهدى أبو نيان ابنة رجل الأعمال السعودي محمد ابن إبراهيم أبو نيان. ومعروف عن الأميرة فهدى والدة الأميرة هالة النور أيضاً إنها حفيدة الأمير تركي بن خالد السديري ابن خال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود من جهة الأم، وذلك وفق موقع الإمارات بريس. وشهد حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على السعودية رجوة آل سيف حضوراً كبيراً من كبار الشخصيات العالمية، وحصلت الزوجة على لقب أميرة بقرار ملكي رسمي اتساقاً مع الأعراف والتقاليد الملكية الهاشمية. وفي النهاية تبقى المشاعر الإنسانية واحدة بين الأمراء وعامة الشعب، الجميع يستوي فيها ما بين مشاعر الفرحة والبهجة والسعادة التي يعيشها الجميع في مثل تلك المناسبات. لكن سيظل حضور الأميرة هالة النور اللافت محل اهتمام للكثير من وسائل الإعلام التي سلطت الضوء عليها.